يا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا، ازيكم النهارده؟ عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بالف صحه وفي احسن حال. بصوا بقى حبايب قلبي، النهارده هنعمل مع بعض كفته الرز بطريقه مختلفه جدا، وكمان هقول لكم ازاي نعملها في البيت بكل نظافه وبكل سهوله وبكل بساطه. طيب انتوا عملتوها قبل كده ولكن النتيجه ما كانتش مرضيه؟ بعد الفيديو ده صدقوني النتيجه هتكون مرضيه 100%. هقول لكم على حاجات هتخلي الكبه بتاعتكم تتقلب لمفرمه الجزار بالظبط. لو عايزين تعرفوا الطريقة يلا بينا نشوف الكفتة الحلوة دي اتعملت ازاي. لو اول مرة تشوفوني انا اسمي ايه حلمي ودي قناتي لؤلؤة المطبخ. حبايب قلبي النهاردة هنعمل مع بعض الكمية بتاعت اللحمة، عندي هنا 750 جرام، كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه. بصوا بقى حبايبي، عندي هنا معلقه صغيره ونص من الثوم المفروم، وعندي كمان بصلايه صغيره، وعندي كمان قرن فلفل رومي، ولو عايزينه سبايسي مفيش اي مشكله. عندي بقى التوابل اللي هنتبل بيها الكفته بتاعه النهارده، 3 معالق صغيرين من بهارات اللحمه، ومعلقتين صغيرين من البابريكا، ومعلقتين من الفلفل الاسود، ومعلقتين كمان من الملح، ومعلقه صغيره مليانه من ورق اللوري المطحون، ومعلقه صغيره من الحبه هان المطحون، وكمان نص معلقه صغيره من الكبيبه الصيني او البهار الحلو، ومعلقه ثوم بودره، ومعلقه بصل بودره. تمام. بصوا بقى حبايب قلبي، بالنسبه للخضره هنحتاج حزمه من البقدونس، وحزمه من الشبت، وحزمه من الكزبره. بصوا بقى انا عملت ايه، انا جبتها كده امبارح الخضره دي، غسلتها كويس جدا وقطعتها تقطيع صغير، وابتديت ان انا اصفيها من الميه كويس جدا، وبعد كده دخلتها الفريزر وطلعتها بقى دلوقتي وانا بصور الفيديو، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله متجمده وزي الفل. بصوا بقى حبايب قلبي، هنجيب الكبه بتاعتنا وهنبدا ان احنا ننزل بيها بالخضره، وطبعا ما نكترش الكميه، زي ما انتم شايفين لازم ان احنا نحافظ على ان الخضره تكون متجمده. بصوا بقى المفرمه عملت ايه في الخضره وهي متجمده، زي مفرمه الجزار بالظبط. يعني احنا لو حلفنا بالله ان الكفته دي معموله في الكبه محدش هيصدقنا خالص، علشان طبعا احنا بنفرم البقدونس والكزبره على وهو فريش كده على الكبه، وهو فريش بيكون متقطع زي الملوخيه متخرطه كده. انما بقى تركت انك انت تحطي الخضرة في الفريزر، هو ده بيفرق جدا وبيدينا نفس الملمس بتاع الجزار بالظبط. بصوا بقى بصراحة الطريقة دي بتاعت الكفتة والفرم وكل حاجة، والتكات والأسرار دي مش بتاعتي، علشان برضو أدي حقها، هي والدتي هي بتعملها بالطريقة دي. مش قادرة أقول لكم بقى، طول عمرنا كده بنشم ريحة الكفتة بالرز وإحنا طالعين من الدور الأول. بصوا كده ما شاء الله، الكبة بقى زي ما انتوا شايفين نزلت بالبصلاية والفلفل لحد ما يكون قوامه كريمي. بصوا بقى حبايب قلبي، عندي هنا دي الرز الأبيض، ده فعلا جميل جدا وبيكون حلو قوي قوي في الكفتة، وكمان برضو بيدينا نفس نتيجة الرز العادي. لو مش عايزين تستخدموه عادي جدا خالص، هتبدأوا ان انتوا تنقعوا الرز العادي في مية سخنة لمدة 5 ساعات، وبعد كده هتبدأوا تنشفوه خالص، تسيبوه كده لحد ما ينشف خالص قدام المروحة، وبعد كده هتبدأوا ان انتوا تطحنوه في المطحنة بتاعت الخلاط. بصوا بقى حبايب قلبي، انا خدت كده من دي الرز ده 3 كوبايات الا ربع من الدقيق الرز، وبعد كده نزلت عليه بالثوم، وبعد كده نزلت عليه بكل التوابل وكمان اللحمه بتاعتنا. هنبدا بقى ندعك اللحمه دي كده علشان نتاكد ان اللحمه دخل فيها كل الرز، وكمان علشان التوابل ما يبقاش فيه جزء فيه توابل وبهارات وجزء تاني ما فيهوش ولا توابل ولا بهارات. فلازم قبل ما نفرم في الكبه بتاعتنا نبدا ان احنا ندعكه كده كويس جدا علشان نتاكد ان كل التوابل دخلت وبقت زي الفل في اللحمه. بصوا بقى ما شاء الله، مش قادره اقول لكم على ريحتها وهي بتدعي كده، بصوا مش قادره اقول لكم حاجه كده خيال. حبايب قلبي بقى، لو عايزين تزودوا الخضره مفيش اي مشكله، لكن المقادير كده مظبوطه 100%، وكمان مش قادره اقول لكم على الريحه عامله ازاي. بصوا بقى كده دلوقتي هنجيب الكبه بتاعتنا وهنبدا ان احنا ننزل بقطعه من اللحمه، وما تكونش برده كتير، علشان طبعا اللحمه بتاعتنا بتكون تقيله على الموتور بتاع الكبه غير المفرمه بتاعه الجزار. بصوا كده اول ما بتبدا ان احنا نفرمها وبتبدا كده تلم نفسها في الكبه، خلاص هي تبقى زي الفل. بصوا كده من اول وش ما شاء الله عامله ازاي. تعالوا كده نجرب تاني. بصوا كده نحط برده كميه بسيطه، وبعدين
بصوا كده، اول ما هبتدي اطحن فيها هتبدأ ان هي تتجمع في حتة واحدة، والمطحنة هتفضل تدينا صوت عالي، يعني هي كده خلاص اتفرمت. بصوا كده ما شاء الله تحفة حبايب قلبي. طبعا مش كل الناس او مش كلنا عندنا الكبة الكبيرة، انا حبيت اوريكم ان الموضوع هيمشي على اي نوع من الكبة، سواء الصغيرة اللي متوفرة في كل بيت او الكبيرة اللي هي بتكون محضرة الطعام الكبيرة. بصوا انا هكمل كل الكمية بالكبة الصغيرة واوريكم ان برضو ما بيختلفش خالص، وان برضو هتكون ناجحة معاكم 100% وعمركم ما هتنزلوا ابدا للجزار تاني. شايفين بقى ما شاء الله بتتطحن بكل سهولة، شايفين الكفتة بقت عاملة ازاي، جبنا الجزار لحد باب البيت، وكمان بقى مش قادرة اقول لكم على النظافة. يلا بينا بقى دلوقتي نحضر الصلصة بتاعتنا ونعمل الرز بالشعرية. عندي هنا بقى كده حوالي 6 معالق كبار من الزيت، وعندي كمان بصلتين حجم وسط، ابتديت ان انا افرمهم في الكبة، وبعد كده نزلت عليهم على الزيت، ونزلت عليهم كمان بمعلقة ونص صغيرين من الثوم الفريش او حوالي 4 فصوص ثوم صحيح، هنفرمهم كويس قوي، وبعد كده ننزل عليهم بالبصل. هسيب بقى البصل مع الثوم كده يتشوحوا لحد ما يتبلوا خالص، ودلوقتي نعمل مع بعض الرز بالشعرية. بصوا بقى هنا دي الشعرية اللي انا خزنتها معاكم او عملت الوصفة معاكم، وهسيب لكم برضو تحت في صندوق الوصف الفيديو. بصوا كده على الناشف ما شاء الله، وبتقعد معايا من السنة للسنة ما شاء الله على الجمال. نزلت عليها كمان بالرز اللي انا غسلته وصفيته كويس قوي من المية، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهبدأ بقى ان انا احط المية تغطي الرز. بصوا بقى علشان تعرفوا ان الرز بتاعكم المية بتاعته زيادة ولا لا، هنجيب اي معلقة من معالق الطعام. بصوا كده نحط المعلقة، واول ما المية تكون واصلة للعنق بتاع المعلقة يبقى خلاص هي كده المية بتاعت الرز زي الفل ومش زيادة ولا اي حاجة. نزلت عليهم كمان بمعلقة ونص صغيرين من الملح، وادي البصل بتاعنا كمان دبل وبقى زي الفل، نزلت عليه بكيلو من الطماطم، ونزلت عليهم كمان بمكعبين من المرقة ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وربع معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من السكر. هنسيبهم بقى لحد ما يتسبكوا ويكون زي الفل، والرز بتاعنا يستوي وخلاص كده يبقوا زي الفل. يلا بينا بقى دلوقتي نصبع الكفتة بتاعتنا. بصوا بقى الجمال ما شاء الله، هننزل كده بحوالي 5 معالق من الزيت، هندهن ايدينا كويس. بصوا بقى ما شاء الله بتتصبع معانا بكل سهولة، ما شاء الله ناعمة جدا مش بتلزق في الايد، وكمان الملمس ناعم، وكمان ما تفرقش خالص عن بتاعة الجزار. شايفين الجمال، مفيش اي رز مكلكع ولا بصل ولا اي حاجة باينة خالص، مفرومة فرم ممتاز. بصوا بقى حبايب قلبي، لو عايزين تفرزوا الكفتة بالرز، كل سنة وانتوا طيبين بقى، كله دلوقتي بيبدأ يحضر لتحضيرات العيد الكبير، كل سنة وكل العالم يا رب بألف صحة وبخير. زي ما انتوا شايفين هتبدأوا ان انتوا تصبعوها بالشكل ده، لكن لازم ايدينا تكون مدهونة كويس جدا جدا زيت، يعني عايزين نحط طبقة كفاية على وش الكفتة، علشان طبعا مرحلة التجميد ما تخليش الكفتة بتاعتنا تفرول او الملمس بتاعها يتغير. وهنبدأ ان احنا نحطها في اطباق فويل او اللي هي الفل دي، وبعد كده بقى نحفظها كويس جدا بالاكياس ونحطها في الفريزر. شايفين الجمال، يلا بينا دلوقتي بقى نحمر ونشوف الكفتة بتاعتنا اخبارها ايه. هنختبر بقى دلوقتي درجة الحرارة بتاعت الزيت، انا حطيت كده اي ورقة من اوراق الخضرة اللي عندي، اول ما لقيتها ان هي بتفور كده خلاص، وبعد كده نزلت بالكفتة ويدوبك خدت معايا بس تحميرة، ما خدتش معايا اكتر من 5 دقايق وبقت بالشكل الجميل ده. شايفين الجميل بقى ما شاء الله، ولا واحدة فكت، وكمان بصوا مستوية ازاي ما شاء الله، ماسكة نفسها، مفيش احلى من كده. بصوا بقى حبايب قلبي، دلوقتي يلا بينا نحط الكفتة بتاعتنا في الصلصة، وشايفين بقى الرز الجميل المفلفل عامل ازاي ما شاء الله، اكلة فعلا تحفة. بصوا بقى ابتديت ان انا انزل بالكفتة كده في الصلصة وهديها تقليبة، وبديها بس غلوة واحدة على النار علشان الكفتة بتاعتي ما تتراش، انا بحب ان الكفتة تكون ماسكة نفسها، وطبعا لو عايزين تغلوها اكتر من كده ده بيرجع على حسب انتوا بتحبوا ايه ومتعودين عليه. بصوا بقى حبايب قلبي، في كده كام ملحوظه حابه ان انا اتكلم معاكم فيها قبل ما اختم الفيديو. اول حاجه بكميه الرز مش قليله، انا بحب احس بطعم اللحمه في الكفته بالرز. وتاني حاجه برضو، لو عايزين تخزنوا الكفته متحمره في الفريزر وتطلعوها تحطوها في التسبيكه برضو بتكون زي السكر. وبكده حبايبي خلاص خلصت وصفه النهارده، اشوفكم في وصفه جديده حبايب قلبي.